كالنار في الهشيم انتشرت التظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على وفاة مهسا أميني بعد ضربها واحتجازها من قبل القوات الأمنية في طهران بذريعة ارتدائها ملابس غير محتشمة. اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد النظام الحاكم، معتقلون بالآلاف، قتلى وإصابات بليغة بالمئات بنيران القوات الأمنية وقوات الحرس الثوري التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. خلال الساعات الأخيرة خرجت تظاهرات فيما يزيد على 15 مدينة انتشرت صورها بكثرة على الرغم من القيود الشديدة التي فرضت على الإنترنت، ووقعت اشتباكات في مدن من بينها طهران وأرمية وسردشت ومشهد في شمال شرق البلاد وتبريز في الشمال الغربي وأصفهان في الوسط وشيراز في الجنوب. صور خامنئي والخميني وحتى العلم الإيراني أحرقت في العديد من المدن وسط ترديد هتافات وشعارات مناهضة للنظام. في الجنوب أضرم متظاهرون النار بصورة لقاسم سليماني، كما عطل المتظاهرون حركة المرور في بعض المناطق وأشعلوا النار بحاويات النفايات ومركبات القوات الأمنية ورشقوها بالحجارة. كذلك هتف المتظاهرون الموت للديكتاتور، الحرية أو الموت، أطلقوا سراح السجناء السياسيين. في الضفة الأخرى دعت السلطات الدينية في إيران إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين، بينها ممثل خامنئي في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية، مبررة صرامتها بأن الاحتجاجات اندلعت لأسباب اقتصادية وصفة الهتافات السياسية ضد تدخلات إيران الإقليمية في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين بالمريعة.